احس انا بالامان، واقف في نار وفي برد واحنا في البيوت، راجل وقد المسؤوليه من زمان. التاريخ 3 أكتوبر 2021، الحدث الاحتفال بمرور 48 عام على حرب ونصر أكتوبر 73. نتابع. مصر فيها رجال كتير قد الأمانة، ما فكرش كتير، لقى نفسه في حب مصر والدفاع عنها أسير. قالوا عنه إنه منصور كان راجل بجد، ولاجل الحق يتحدى أي حد، ويبقى كل همه إنكم تبقوا مطمنين، يقينوا بالله إنه لو فداكم بدمه يبقى شهيد، تزفوا الملايكة وأمه ووطنه، ويبقى يوم استشهاده يوم فرح وعيد. نوثق الاحتفالات حرب ونصر أكتوبر 73، وهذا هو المشير محمد حسين طنطاوي، والذي شارك في 5 من الحروب. حفظ الله مصر وطنا طيبا يحنو على أبنائه، ومنارة عالية تشع بضياءها على العالمين.